قبل ما أدي أحضر لهذه الحلقة اللي تخص الأسمدة والمبيدات اللي قبل سنتين كان سعر الطن الواحد منه 350 أو 400 ألف واليوم وصل في بعض المناطق إلى 1.5 مليون زاد 3 أضعاف. حضرت حلقة وعدينا تقارير وفيديوهات طبيعي وكنا يعني اختارينا ضيوف متخصصين بهذا الموضوع. اليوم منو أكثر اليوم حتى خلي المشاهد يعني ونخليهم على موضوع تواصل. اليوم منو أكثر شخص أكثر من أستاذ طالب الكعبي مدير عام شركة التجهيزات الزراعية يقدر اليوم يوضح للفلاح سبب ارتفاع الأسمدة؟ منو أكثر من هذا الشخص اللي هو مسؤول مباشر اليوم؟ وأيضا شخص آخر الدكتور فالح الموسوي نقيب الزراعيين في البصرة. اليوم ليش تطون كلمة بالحضور للبرنامج أو شون تطون كلمة أنه كالأخ دكتور فالح أنه نلتقي وياكم بالسكايب؟ بأي حق قبل ساعة لو ساعة ونص ترفضون؟ اليوم إذا أنتوا قناة إعلامية فضائية وسويتوا يا هذا الموقف، الفلاح الفقير إذا زار مكتبكم وش راح تسوون؟ وبأي طريقة راح تستقبلوا؟ شنو وزن اليوم الفلاح يمكم؟ إذا اليوم قناة فضائية عندك موعد وتجري مباشر تعتذر أنا خارج بغداد أو أنا يعني ما أعرف، ليش تطلع كلمة؟ أنت خايف من بعض الأمور السلبية اللي قاعدة تصير بوزارة الزراعة، خايف من مافيات الفساد المنتشرة بموضوع الاستيراد؟ احكي اليوم، خلونا نتكلم بكل واقعية. هل الفلاح العراقي اليوم لو نقارنه بالفلاح دول الجوار، هل الفلاح اليوم مستمر او نقدر نعتبر ان الفلاح ماخذ كل حقوقه؟ هسه اذا نسوي استطلاع على 100 فلاح بالعراق 99% حيقول لا. يعني اذا اليوم ما نطرح السلبيات صدقونا ما راح ننجح، وبرنامج ارض السواد راح يستمر ويستمر ويستمر بالنقد البناء الحد ما نشوف العدل صارت المسيرة عدلة وإيجابية. راح لا نتكلم بكل إيجابياتكم، اشتغل زين صورتك تكون زينة للناس.